خلينا نروح للنجم الكبير ايضا واحد نجوم واحد كباتن النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن ابراهيم المصري. يا ابو الكباتن اهلا بيك يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ مبروك يا حبيبي، الف مبروك. ما جيتش ليه؟ اه بس انت، لا صح انت يعني، عشان بسم الله ما شاء الله ربنا يبعد عنك. الابطال النهارده انا مش عايز اقول لحضرتك انه قبل الماتش عنده مشكله في بطنه. انا اسف في الكلمه، ترجيع قبل الماتش، ترجيع بين الشوطين، لدرجه انا رحت له يا مصري لو في حاجه اقعد، قال لي لا ما تقولش حاجه انا هلعب. بصراحه يعني مش عايز اقول واحد من يعني من اهم اللعيبه الموجوده في العالم يعني، بس عشان اديله حقه والله مش مبالغه، هو عارف انا بقول له الكلام ده جوه الملعب وانا مستحق الحقيقه، فعلا مصري واحد من اهم اللعيبه الموجوده في العالم. وانا حابب حبيبي يا ربنا يخليك، ربنا يخليك. وانا حابب اقول له حاجه برضو يا كابتن اسامه، معلش برضو اتفضل يا مصري، لو كرة جات لك صدها، ما جات لكش ما صدهاش، الموضوع إيه؟ سهل يعني، هي دي المشكله. لا احكي لي، لا انا عايز افهم، احنا الناس مش، احنا والناس مش فاهمين. عادي سهله، لو ما جات لكش يا مصري ما صدهاش، الموضوع سهل. هو حميد دايما بيطلع يفضل يتكلم ويقول اي حاجه، فبخش اقول له يا ابني اقف في الجون وركز، مالكش دعوه الكوره جات لك صدها ما جات لكش، اقف في الجون ما تتكلمش. يعني المصري كان تعبان، انت بتقول كان تعبان، انا شايفه عمال يزق ويحمس اللعيبه يعني بصراحة. مسك في كام واحد كده وزق وكام زقه في الاخر لما النتيجه قربت شويه، وهتكلم على النقطه دي. ولكن دور كباتن الفرقه برضو كابتن ابراهيم، يعني الحقيقه واضح جدا 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 ان ليكوا دور كبير جدا، سواء حضرتك سواء كابتن اسلام كباتن الفرقه، يعني ليكوا دور مهم جدا في هذا الفوز، والفوز الحمد لله والشكر لله السيطره على الاقل هذا الموسم. والله الحمد لله. في البدايه طبعا انا برحب بكابتن محمد ابراهيم طبعا، ويعني برضو انا عايز اقول حقه كلام كتير، لان محمد ابراهيم اثر معانا. محمد ابراهيم يعني يعتبر مننا واحد مننا، احنا بنعتبره واحد مننا مش من الجهاز، قريب جدا من اللعيبه، اللعيبه كلها بتحترمه، اللعيبه كلها بتسمع كلامه، لما بيتكلم معاه يبقى اخ مش مدرب، ودايما بيحط يعني بياخد باله من نقط معينه كده ممكن مش اي حد ياخد باله منها. فانا بحييه وبقدر دوره دوت، وهو كان ليه دور كبير جدا في اللي حصل السنه دي. ده رقم واحد. رقم اثنين حميد، طبعا احنا بنفتقده جدا. حميد يعني من الاسباب الرئيسيه للي احنا وصلنا فيه السنه دي. عمل ماتشات قليله جدا في الدوري، وكان ليه برضه دور رئيسي ان احنا نكسب الكاس. وجدا في الفتره الاخيره. حمايد اصبح نجم كبير، الناس بتقلق منه، فانا بتمنى له ان هو يرجع احسن من الاول، وانا عارف ان هو هيرجع احسن من الاول. وان شاء الله كله خير، وده امتحان، وان شاء الله يقدر يرجع ويفيد الفرقه تاني باذن الله. يا رب ان شاء الله. الموضوع بقى كباتن الفرقه، اكيد طبعا احنا كلاعيبه كبار لينا دور، لان احنا معانا فريق معظمه مواليد 98 و2000. الناس دي اول مره، يعني شايف كتير منهم اول مره يلعبوا في الموقف ده. احنا كجهاز فني وكلاعيبه كبار اكيد لينا دور، ان احنا دايما بنهيئهم قبل الماتش، ازاي ينزلوا الماتش وهم مستعدين، ودايما بنتكلم معاهم. والحمد لله لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه كويس، وناقصنا بطوله ربنا يكرمنا ونقدر ناخدها باذن الله. يعني كابتن ابراهيم النهارده المباراه الحمد لله من اول المباراه لاخرها الامور ماشيه كويس جدا، باستثناء 7-8-9 دقائق في النص كده، النتيجه كان الفارق 7 اصبح فجاه انا يعني دخلت يعني قمت ورجعت لقيت النتيجه 24-23. يعني الوقت ده تحديدا انت حسيت بايه؟ بص، هو طبيعي جدا انت بتلعب ديربي قدام فريق محترم زي فريق الزمالك، بيضم عناصر فيها ناس ايه على مستوى العالم مش على مستوى مصر وافريقيا، فطبيعي جدا ان الماتش يبقى فيه منحنيات. بس هي الفرقه لما تبقى المحاولة بتاعها نازل تقدر تتدارك الامر بسرعه وتقدر تقوم، واحنا قدرنا نعمل كده، ان احنا لما السكور قل ما تاثرناش، ما تهزناش، لا بالعكس، الجهاز الفني طلب تايم اوت، وقفنا اتكلمنا مع بعض وقلنا هنعمل ايه في الهجمه الجايه، ومشيت واحده واحده. فطبيعي جدا ان في الماتش الفريق يبقى طالع نازل زي ما قلت لك، بس اهم حاجه لما تطلع تستغلها، يعني احنا لما كنا كويسين قدرنا نستغل والسكور تقريبا نص 7 أو 8، فدي حاجه مميزه. في نفس الوقت لما نزلنا ما وصلناش للتعادل، ممكن ماتشات هاند بول بتقلب في 5 دقائق، ممكن نوصل للتعادل ونخسر فرق 1 أو 2، بس الحمد لله عند سكور 1 قدرنا ان احنا نقوم تاني والكيرف بتاعنا يطلع تاني، ودي حاجه مش سهله. يعني فعلا دي حاجه مش سهله ان الفرقه تبقى واقعه وتلحق نفسها على اخر جول وترجع تاني. انا بحيي الجهاز الفني واللعيبه على ده يعني. طيب وحضرتك معانا، خلينا نروح ايضا لاحد النجوم الكبار واحد نجوم هذه المباراه تحديدا، عمر خالد كاستيلو. يا كاستيلو الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام.
الف الف مبروك وسعداء جدا جدا بوجودك معانا. ومعانا طبعا كابتن محمد، مش عارف ليه كل ما اقول اسم هيضحكوا، سواء كابتن محمد او كابتن حميد، واعتقد ايضا كابتن ابراهيم وهو قاعد في العربيه بقى، ولا شوف هو قاعد فين بيضحك برضه. حبيبي يا كابتن اسلام، وشرف ليا موجود مع حضرتك، وبتكلم على كابتن محمد ابراهيم العالمي وحميد، وبتابع على مصر طبعا لو قاعد في العربيه وتابعني. يعني الف الف مبروك يا كاستيلو، مباراه صعبه ولكن بسم الله ما شاء الله. انا شايف الروح اللي بينكم كلها يا كابتن محمد، يا كابتن حميد، يا كابتن ابراهيم، يعني سواء كبير صغير مدرب لاعب، يعني حاجه جميله جدا جدا يا كاستيلو. طبعا وبقول له طبعا لكابتن محمد شكرا على الحاجه اللي عاملها معانا. كابتن محمد ابراهيم لسه مبطل مثلا من سنه، هو قريب مننا. بشكر ابراهيم مصري، بشكر اسلام حسن، بشكر ناس كتيره كلها جوه الفرقه بتدعمنا بشكل شخصي، سواء على اللعيبه الصغيره بنلها خبراتنا، كلنا عيله واحده. بقول لهم الف مبروك، ومبروك للعيبه والجهاز الفني والاداره وجمهور النادي الاهلي العظيم. ماتش النهارده كان ماتش صعب جدا، الحمد لله قدرنا نكسبه، وربنا يكلم مجهودنا بالمكسب النهارده. اصعب اوقات المباراه يا كاستيلو النهارده لما الزمالك رجع للفارق. ما كلنا كنا، خلي بالك اصله دي كانت بتحصل قبل الدوري والكاس اللي فاتوا دول، يعني بالظبط هي ده الفرق المختلف المره دي، ان اللعيبه وقفت على رجليها، مفيش حد اتهز، طلبنا طايم قوي، قلنا هنعرف هنعمل 1 2 3. اللعيبه كانت واثقه في قدراتها، واثقه في الكلام اللي هيتقال، دي حاجه كويسه ان احنا بعد ان الزمالك يرجع من السكور 6-1، بالعكس احنا ما نتهزش، احنا بالعكس احنا بنزود السكور، بنرجعه 3-4 تاني. الموضوع ده كان هو ده المفيد في الموضوع، ان الناس ما تهزتش، الناس اللي تقف على رجلها، الناس واثقه في نفسها واثقه في قدراتها ان احنا نكسب المباراه. تمام كابتن ابراهيم، يعني برضو لو حابب تقول حاجه لكاستيلو. يعني كاستيلو ممتاز جدا في الدفاع، او خصوصا في الدفاع. انا شفتك زقته كام زقه النهارده وكام تحميسه كده في النص. ده العادي ها؟ ده العادي بتاع المصري معانا. يعني انا بحس ان هو رايح، يعني عارف اللي هو ايه، عمال يعني يقول لكم يلا يفوقكم يعني. لا كاستيلو النهارده فعلا كان مميز جدا في الدفاع، عمل كذا ستيل، بلس ان البنالتيز في الماتشات اللي هي القريبه دي او ماتشات الديربي. انا الله يكون في عونك يا كاستيلو، يعني انا بقول لك الله يكون في عونك، الموضوع صعب جدا جدا، ان انت محتاج اعصاب، محتاج حد متمكن في المهاره دي. هو النهارده تقريبا شط 4 أو 3 مش فاكر قوي، جابهم كلهم الزمالك، بقى بينالتي او 2، فخد بالك الحاجات الصغيره دي اللي بتفرق. يعني احنا طبعا بدل ما هنجيب بلس 1 وانت ضيعت بينالتي يرجع عليك بماينس 1، فلا الموضوع مش سهل خالص. فانا بحييك وبحييك على الاداء الدفاعي خصوصا، وان شاء الله ربنا يكرمك كاستيلو اللي جاي ونقدر نحقق اخر بطوله في مصر ان شاء الله. يعني كاستيلو، بما اننا بنتكلم على ضربات الجزاء، يعني ممكن تقول لنا ايه اللي بيحصل، كيفيه تفكيرك في هذه يعني في ضربات الجزاء وانت داخل تشوط، في ظل الكابتن ابراهيم بيقول ان هي بتبقى صعبه جدا وفي اوقات صعبه جدا وبتغير نتيجه المباراه. يعني فعلا هي الموضوع مش سهل خالص، هو الموضوع بتتكتب ان انت طول الماتش تبقى مركز في حاجات كتير، فلما يجي بينالتي فانت ازاي بتركز، ازاي هتشوط على مين، سواء كريم او النهارده كان السبكي، فانت تعمل حساب لكل واحد، بتقعد تتفرج عليها قبل يومين، بتتفرج على كتير قوي ازاي هو بيعمل ايه، وانت مع حركتك في جسمك، انا بقعد اتفرج. فالموضوع كان بيبقى صعب اكتر في الضغوط لما يعني السكور بيبقى قريب، فدي بتبقى كوره مهمه، وزي ما المصري قال ان هم مثلا هم ضيعوا 2 مثلا، فاحنا بنجيب، فاحنا بيبقى عندنا ادفانتج ان احنا نكسب اكتر، هي دي الفكره. وكمان في اوقاتها الحاسمه ديت بتبقى في ضغوطات، بس هو الواحد لازم يبقى هادي ومركز هو هيعمل ايه فيها وهيشوط ازاي. انت قبل ما انا اخش ببقى عارف انا هشوط على مين وهعمل معاه ايه، وبفضل ابص واتفرج عليهم. يعني امال بصدع منك ليه في التمرين يا ابني؟ قول له يا حمايه كل الكلام ده يا ابني، ما بتضيع في التمرين خلاص يا عم، بس هو الراجل انا مش سامع بيقول لك. قول له بقول لك انت عمال تقول حاجات كتير قوي، انت بتضيعها كلها في التمرين. انا والله مش عارف العب في التمرين فعلا. يعني بقول لك بتضيع حاجه في الاسلام، والله انا اتعلمت كام واحده من كابتن محمد ابراهيم، والله دي حقيقه فعلا. سهله كام واحده كده، يعني انت بتضيعها في التمرين وبتيجي تشوطها في الماتش يا عم، عايزينك تضيعها كل يعني في التمرين بس. بضيع كتير يعني، والله ما بجيبش كتير في التمرين يعني. يعني الحقيقه احنا مستمتعين بيكوا كابتن ابراهيم. اتفضل. اقول حاجه بس، انا عايز احيي لعيب معين، احيي مصطفى رمضان. بالظبط كان هايل لا هو مش موضوع ان هو جاب جون او 2 أو 3، ان هو حمل المسؤوليه في الهجوم،
وقدر ان هو يشوط اوقات حاسمه. فبعد ربنا بفضل الكذا كوره اللي هو تحمل فيها المسؤوليه، على فكره ممكن يضيع عادي مفيش مشكله طبعا، بس انا بتكلم على تحمل المسؤوليه، ان هو انا هتحمل المسؤوليه واشوط الكوره في الوقت الصعب ده. ربنا كرمه وجابهم. فلا النهارده محسن برضه بالنسبه لي، هايل النهارده. قبل ما اسيبكم يا كابتن ابراهيم وكابتن كاستيلو، يعني اولا توعدونا ان شاء الله ان شاء الله ببذل كل المجهود في بطوله افريقيا، لان جمهور النادي الاهلي بينتظر منكم برضو. خدنا ثلاث بطولات ولكن عايزين الرابعه كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنوعدك ان شاء الله ونقول الجمهور باذن الله ان احنا هنعمل اقصى حاجه عندنا، وربنا يكرمنا ونكسب بصوره واحده ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا كابتن ابراهيم كابتن كاستيلو، الف 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 مبروك.